جانب البيت حوض، حوض الأسماك. وأما هذه دجاجتي. يا دجاجة، ماذا تعملين؟ تأكلين الرز؟ نعم. انظروا الأسماك. نعم، وهكذا في هذا الحوض، الحوض الزجاجي. الأسماك فيه الأسماك الصغار. المفردات اليوم: سمك، سمكان، أسماك. مفرد، مثنى، جمع. ماذا تعمل؟ ماذا تعملين؟ تأكل الرز، تأكلين الرز. يأكل الدجاج الرز، تأكل الدجاجة الرز.